طيب هنبتدي بأخبار المنتخب بالتحديد، لأن ده شيء بيهم كل الشعب المصري بكل أمانة طبعا، وكلنا بنتمنى دايما دايما التوفيق لأي جهاز فني بيكون متواجد وبيتولى هذه المسؤولية الصعبة والمرهقة جدا والمليئة أيضا بطموح كل الجماهير المصرية. بالتالي النهاردة كان الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني الخاص بالكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من خلال مؤتمر صحفي كان بإحدى الفنادق الكبرى، وبحضور طبعا أعضاء اللجنة الخماسية وعلى رأسهم الأستاذ عمرو الجنايني رئيس هذه اللجنة المؤقتة، وكان بجواره زي ما حضراتكم شايفين كده في الصور الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد. في الحقيقة في بعض من الجوانب اللي ممكن نتحدث فيها سويا، وهو فيما يتعلق بتصريحات الأستاذ عمرو الجنايني وأيضا تصريحات الكابتن حسام البدري. نبتدي بالأستاذ عمرو الجنايني، واللي في الحقيقة الراجل ده واضح عليه إن هو بنفسه يعمل حاجة للكرة المصرية من خلال تصريحاته، واعتذر كمان من خلال هذه التصريحات عن بعض التقصير اللي ممكن يكون بيواجه اللجنة وبعض الانتقادات بسبب إن الظروف دايما بتبقى صعبة في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال إن احنا مرينا بفترة صعبة جدا. لكن فيما يتعلق بموضوع محمد صلاح، وكان يهمني قوي واكيد يهم حضراتكم ان احنا نسمع تعليق رئيس الاتحاد المؤقت استاذ عمرو الجنايني بخصوص مشكله محمد صلاح، والراجل بكل وضوح وكل امانه قال ان انا ما كنتش موجود في التوقيت ده، يعني اختصارا لكلامه، ويعني بنحاول نستشف من كلامه اللي هو قاله بالظبط ايه، ان هو تولى المسؤوليه رسميا يوم 20 اغسطس، والملف ده كان بحوزه المسؤولين الاتحاد المصري لكره القدم بقياده ساعتها المدير التنفيذي اللواء ثروت سويلم، وهو اللي كان مسؤول في هذه الجزئيه يعني، فهو اللي يتسال. بالتالي ده معنى كلام الاستاذ عمرو الجنايني، لكن هو قال ان خطا اداري، ركز معايا زي ما احنا اتكلمنا امبارح، ان هو خطا اداري غير مقصود. طبعا هو غير مقصود، لكن دايما لازم ان احنا نتعلم من هذه الاخطاء. ده كلام الاستاذ عمرو الجنايني في موضوع محمد صلاح، مش عايز نتكلم بقى فيه اكتر من كده، احنا الموضوع كتل بحثا على مدار اليومين اللي فاتوا. لكن فيما يتعلق بالكابتن حسام البدري، الاستاذ عمرو الجنايني اتكلم وقال ان احنا اخترنا الكابتن حسام البدري طبقا لمعايير كانت مهمه جدا في هذا الاختيار، وان كان في اجتهادات من الاعلام ومن الصحفيين بخصوص بعض الاسماء. قال ان الكابتن حسام بدري كان من ضمن الاسماء المطروحه وبقوه، واحنا لجانا للسي في بتاعه المليء بالخبرات والبطولات، فبالتالي استقرينا في النهايه على اننا نختار الكابتن حسام البدري. طبعا السي في بتاع الكابتن حسام بدري معروف جدا، بطولات عديده بالتحديد مع النادي الاهلي اللي عمل اسم الكابتن حسام البدري سواء كلاعب او كمدرب او كمدير فني بالطبع. فبالتالي قال ان احنا بنامل ان احنا نحقق كل طموحات الجماهير المصريه من خلال قياده الكابتن حسام البدري لهذه المسؤوليه. ده فيما يتعلق بتصريحات الاستاذ عمرو الجنايني بخصوص الكابتن حسام بدري وتعيين الكابتن حسام كمدير فني. كمان بالمناسبه هو سئل عن التوازن في الجهاز الفني، هل التوازن ده مقصود ان يبقى في مثلا من الاهلي ومن الزمالك في الجهاز الفني؟ قال لا، الموضوع جاي صدفه مش مقصود. أشك في الجزئية دي شوية، لكن تصريحه كان كده، حضراتكم بقى تستشفوا هل التصريح منطقي أو لا، لكن في كل الأحوال هو الراجل قال كده إن الموضوع ما كانش مقصود، وإن إحنا اخترنا طبقا للكفاءة فيما يتعلق بتشكيل الجهاز الفني المعاون.